يشيل حرب، ولكن بفضل الفتوى الرشيدة والمرجعية الرشيدة. اسمعني بس، طيب بعد شو عندك من التحديات الواقعية اللي حاليا كانت ندوة حوارية حول التحديات الموجودة في التربية والتعليم في المحافظة. حقيقة كان للشرطة المجتمعية دور كبير بزيارة المدارس وبها حضور وتقليل من هذه التحديات وتذليلها من خلال التوعية والإرشاد بزياراتنا للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وإلقاء المحاضرات. وهناك ظواهر سلبية كثيرة كانت للشرطة المجتمعية دور كبير جدا للقضاء على هذه الظواهر من خلال التوعية والإرشاد التربوي. انطلاقا من عناصر التعليم اللي هي الطالب والمحتوى او المنهج والمعلم، هؤلاء الثلاثه، هؤلاء العناصر الثلاثه اذا تم يعني تحسينهم وتم تطويرهم بالشكل الاحسن، ممكن ان نخلق تعليم سليم وبالتالي يعني ننتج مجتمع سليم. من أبرز التحديات اللي تواجه التعليم في محافظة المثنى والعملية التربوية في محافظة المثنى هي قلة الكوادر التربوية في الأرياف وكثرتها في مدارس المركز، مركز المدينة. أيضا عدم وجود الخدمات الصحية والخدمات يعني للطلاب وللكوادر التعليمية في المدارس. وأيضا هناك أغلب المدارس أو كثير من المدارس هي تكون مباني متهالكة تحتاج إلى موازنة مالية وتحتاج إلى إعادة تعمير. المعلم هو عبارة عن المنهج الرسالي السامي، المعلم يمثل رسالة السماء، يمثل امتداد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا مع الفارق رسول الله مبعث إلى الإنسانية والمعلم مبعوث إلى مجموعة من الناس. ودائما أقول أنه المعلم في صفه كالحسين في طفه، كلها ما يدعو إلى الإصلاح. المعلم وجوده أو إذا فهم وجوده وأدرك معنى وجوده بالحياة، أدرك ماذا عليه أن يفعل فعله وكان عطاء واسع. إضافة هذا كطموحات، أما كتحديات حقيقة جاي نشوف في مجتمعنا تحديات المعلم، تحديات كثيرة جدا، حقوقه تقريبا ما جاي يستلمها بشكل كامل مقارنة بفئات أخرى بالمجتمع، كحماية إليه في أنه يعني يقوم بدوره بالشكل الصحيح ما موجودة. فإحنا من خلال هذه الورشة، من خلال هذه الندوة اللي اختصت بيوم المعلم، يعني لو ترى حضراتكم يشوفون العنوان يوم المعلم طموحات وتحديات، حاولنا أنه نعرف المجتمع بما على المعلم يجب فعله وماذا على المجتمع أن يقدمه